السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أحييكم وأرحب بكم منذ لحظات انتهت المباراة بفوز الأرجنتين وتأهلها للمباراة النهائية على حساب كرواتيا، 3-0. الأرجنتين ردت دين كرواتيا التي هزمتها عام 2018 ب3-0. اليوم ليونيل ميسي عاث فسادا في الدفاع الكرواتي، أليس كذلك دراج؟ لا هذه عاث فسادا. لا أعتقد بأنه مباراة كبيرة أولا بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، مباراة كبيرة بالنسبة لميسي. بداية مباراة كانت مخيفة من طرف كرواتيا، وصول ميسي والأرجنتين للدور النهائي يزيد في متعة المونديال، تأهل مستحق ونهار كبير اليوم. أين اختفت كرواتيا اليوم حامد؟ أنا طرحت السؤال في تعليقي، قلت لهم كل محللين العالم لازم يجتمعوا ويعطونا تحليل تاع ماذا حدث في الشوط الأول، واحد مستحوذ والآخر يسجل هدفين. حبينا نعرف مش فقط الجانب الفني لكن حتى النفسي والذهني والتكتيكي. أنا حبيت نتعلم ونشوف من المباراة تاع اليوم. حفظ مباراة خرافية لليونيل ميسي، الآن جميع يقول بأنه يستحق أن يحمل كأس العالم قبل أن يعتزل. حس بأنه حب يفوز بكأس العالم لأنه لعبة ثقيل عليه، مارادونا هو الفتى الذهبي بالنسبة إليه، هو اللي ربح كأس العالم، كان بيس أيضا ربح كأس العالم، عارف بأنه لو يخرج من دون ما يفوز كأس العالم هو لم يفوز بها لحد الآن، يعني تبقى له حاجة ناقصته في مشواره. أعتقد بأنه حان الوقت لكي يفوز ميسي بالمونديال. قالوا لي ميسي قدم مباراة خرافية وأنت قدمت مباراة مجنونة أيضا اليوم في التعليق. حاضر نزيد نكمل معك. شكرا جزيلا لك.